تجربة استمرت نحو 20 عاما في كنف جماعة الإخوان المسلمين، تنقل خلالها سامح عيد في تراتبية التنظيم الذي دخله رغبة في الالتزام الديني قبل أن يكون واحدا من عناصره الفاعلة في مجال العمل السياسي الذي قاده إلى المعتقل مرتين. احنا مارسنا العنف بشكل مباشر، يعني مرة عملنا كمين لأجهزة الشرطة وعورنا 13 عسكري وثلاث ضباط، وعملنا كمين يعني في دمنهور، وقبل كده اعتدينا على أشخاص كانوا من تيارات ليبرالية أو يسارية شايفينهم مخالفين لنا في التيار وبيعرضونا سياسيا. الإخوان وجدوا في 2012 إن جاء وقت العنف الآني مش المؤجل أو الآجل، ونفذوه وتراجعوا مرة أخرى لفترة الكمون. الأطراف الأخرى شايفت أنها وصلت لمرحلة القوة وأن الرسول انتصر بأعداد بهذا الشكل، ولكن لابد أن يكون عندهم الجسارة والقدرة على الاستشهاد. فهو الفرق التوقيت. وإذا كانت عناصر جماعات التطرف التي تمارس العنف والإرهاب يتنقلون بين هذه التنظيمات ويبدلون الانتماء والولاء لها، فما مدى وجود روابط تجمع تلك الجماعات بتيار الإسلام السياسي كجماعة الإخوان؟ هؤلاء الناس لهم سلف، يعني لهم فرق سابقة زي فكر الخوارج. لو أردنا أننا نعقد نوع من المقارنة بين الإخوان وبين السلفية الجهادية وبين الخوارج وبين داعش، اللي هم بيلعبوا لعبة وهي قضية إرجاع الخلافة الإسلامية. لا أريد أن يضحك أحد على الشباب ويقول بأن الجماعة الإخوان المسلمين جماعة دعوية وجماعة خدمية وجماعة، نعم هي ظهرت كذلك، إلا وإن هذه الجماعة لهم أهداف سياسية وأهداف أخرى اجتماعية استخدموها واستخدموا الدين من أجل أن يصلوا إلى الحكم. من باب الوسطية والاعتدال تروج بعض جماعات الإسلام السياسي لنفسها في الأوساط الشعبية، حيث لا يستطيع البعض إدراك عناصر التشابه التي قد تجمعها بجماعات التطرف العنيف. مراحل من الصعود والتراجع مر بها تيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية بلغت ذروتها بعد وصولهم لسدة الحكم في بعض البلدان، تجربة سلطت الضوء على أفكارهم ومدى استعدادهم لتبني العنف من أجل فرض نفوذهم وسلطتهم. من القاهرة، محمد محي الدين، اليوم على الحرة.